جديد ومكملين معاكم، وحفلات مهرجان العالمين في نسخته الاولى، والنهارده يعني مع الصوت الشاب للحقيقه حقق شعبيه كبيره جدا وشهره كبيره في وقت مش كبير. جمهوره بيعتبره صاحب تيار مختلف وجديد في الاغنيه الرومانسيه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الفنان مسلم اللي حاضر وبقوه النهارده في مهرجان العالمين في نسخته الاولى. اهلا بيك ومنور العالمين. فرصه سعيده، مبسوط جدا ان انا موجود النهارده معاك. انطباعاتك الاولى عن مدينه العالمين وعن مهرجان العالمين وانت لسه جاي من تونس، كان عندك حفله هناك؟ والله مبسوط جدا بالتجهيزات، ومبسوط ان ده موجود عندنا في مصر، ان الاهتمام ده انصب على الصناعه بتاعتنا ونقدر نقدم وننافس الدول العربيه كلها، لان في توجه عام بصناعه المهرجانات وصناعه الحفلات اللي على مستوى عالي، فمبسوط جدا ان ده موجود عندنا في مصر. ازاي شايف النوع ده من الحفلات والمهرجانات الغنائيه يخدم مكان جديد زي العالمين سياحيا؟ اكيد هيخدم، لانه العالمين عامه بتستقطب فئه كبيره جدا من الشعب المصري ومن خارج مصر ومن السواح وما الى ذلك، فالموضوع هيبقى لطيف جدا، اتمنى يكون موفق يعني. مسلم بيشوف نفسه واصل لكل الاجيال ولا الشباب ولا المراهقين؟ والله لسه قبل شويه وانا جاي في العربيه كنت بتشيك كده، لان انا بتابع، لان انا الباك جراوند بتاعتي مهندس، فانا بفهم جدا في الارقام، فكنت ببص دايما. ولسه بتشتغل مهندس ولا خلاص؟ خلاص. فبتابع جدا الارقام، بستدل منها عن حاجات ممكن تفيدني يعني، فببص على الفئه العمريه اللي بتسمعني، لقيت ان انا موجود الحمد لله في شريحه كبيره جدا بتسمعني من جميع الاعمار، فده بصراحه بسطني الحمد لله. اتنسيت عملت 200 مليون مشاهده تقريبا؟ لا خالص، 450. 450 الرقم ده كان بالنسبه لك ايه وانت يعني كان عندك تخيل ان ده ممكن يحصل مع الاغنيه دي؟ والله صراحه لا، لاني انسان واقعي جدا، والفتره اللي رجعت فيها، لان انا بدات 2011 اول تواجد ليا على بالتواريخ على السوشيال ميديا وعلى المنصات اليوتيوب بتاعي 2016، فكنت من 2016 لغايه 2019 بنزل اغاني وبحاول اني اشوف هويتي الفنيه يعني، وجيت 2019 بعد وفاه والدي اعتزلت وشلت كل شغلي، فكنت راجع ده كان تاني. سبب الاعتزال بالظبط. فقعدت سنتين في البيت، وبعدين رجعت تاني قبل اتنسيت في ما عادش باقي نزلت، كنت بحاول اشوف منها، لان انا زي ما قلت لك انسان واقعي جدا، ما مهندسين بيحسبوها كويس. بالحسبه بالورقه والقلم، فكان تفكيري وقتها وقت ما نزلت ما عادش باقي اول اغنيه بعد رجوعي يعني، ان انا محتاج اشوف الناس اللي كانت بتسمعني قبل كده لسه موجوده ولا لا، لان الصناعه بتاعتنا عامه فيها تشتت كبير جدا، كل شويه واحد بيطلع وبعدين بينزل، فانك تلاقي حد بيسمعك وبيحبك وبيامن بيك وهيستناك، دي كانت صعبه. فلما نزلت ما عادش باقي، لا لقيت ان الموضوع لذيذ. بعدها نزلت اول فيديو كليب اللي هو قبل ما اصلك، برضو لقيت الفيدباك حلو جدا، كانت بدات وقتها افتكر كانت وصلت 5 مليون، دلوقتي 35 ان شاء الله يعني. ما شاء الله. بعدها بقى كانت اتنسيت وكل اللي في قلبي، الاغنيتين في المعرض. طب محضر ايه للناس النهارده في المهرجان؟ ومهرجان العالمين فيه مفاجآت كتير على الستيج على طول، انت محضر ايه النهارده لجمهورك؟ والله للاسف ما سعفنيش الوقت ان انا احضر كويس للحفله، يعني انا جاي اصلا بقالي 3 ايام ما نمتش من تونس، كان عندي مهرجان الحمامات الدولي، فلاول مره زياره ليا في تونس وكنت مبسوط جدا، فللاسف ما سعفنيش الوقت، لان انا دايما معود الناس اللي بتحضر لي حفلات ان في حاجه جديده. اوقات بيبقى في موال مثلا ممكن انا اللي كاتبه وملحنه وبغنيه في الحفله، ده زي ايه، زي رزق اللي بيحضر يعني. فاهم قصدي؟ فللاسف الحفله دي حتى التنظيم بتاعها بالمسطره يعني، فهماني، فكل حاجه على القد، فهنغني كل الاغاني اللي عندنا باذن الله، وفي اغاني جديده نزلت ما كانتش اتغنت قبل كده في حفلات في مصر، فهتتغنى باذن الله النهارده يا رب ان شاء الله. جود لك، واحنا مبسوطين احنا كنا معاك في الباك ستيج قبل ما تطلع على ستيج، ان شاء الله يعني تكسر الدنيا مسلم. يا رب. شكرا جزيلا ونورت العالمين. شكرا جزيلا.